مجملها خطوات، إما بنخطوها في الطريق نحو الهدف أو لا طريق ولا هدف. مساء الخير أحبائي مشاهدي قناة الكارما في جميع أنحاء العالم، أهلا وسهلا بكم في استوديوهاتنا هنا في تورونتو كندا، برنامج خطوات لقدام خدمة هوزانا. احنا واخدين سلسلة تأملات يمكن تقعد معانا أكتر من سنة، عايزين نتأمل في شخصية داود النبي والملك وحياته وأخطائه ونقط القوة في شخصيته وعلاقته مع ربنا، وعايزين نتعلم إيه اللي عمله الراجل ده علشان يتقال عنه إن فتشت قلب داود فوجدته مثل قلبي. داود قال الكلمات اللي هقراها لحضراتكم دي من المزمور 103: باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي جميع أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. كلام رائع وجميل كتبه هذا الملك والنبي ألا وهو داود النبي. معايا النهاردة الضيوف رائعين هيكملوا التأملات بتاعتهم معانا، أحب أقدمهم لحضراتكم علشان تتعرفوا عليهم مرة تانية. الأخ وجدي خليل، أهلا وسهلا بيك. أهلا دكتور ياسر، شرفتنا. طيب very good. الأخت إيمان جبرائيل، أهلا وسهلا بيك، شرفتينا مرة تانية. Thank you دكتور ياسر، شرف لي. أشكرك، thank you for making the time to be here. وطبعا الأخ جورج جوهري، اهلا وسهلا بيك، انت فعلا منورنا النهارده. يعني فيري فيري اليجنت، بركه كبيره نكون في وسطكم، وربنا كده يعني هيبارك وهيمتعنا بحضوره في وسطينا ويمتع كل مشاهدين بكل كلمه هتتقال من حضراتكم خالص. ربنا يبارك كتير ان شاء الله. ثانك يو جورج، فعلا امنيه رائعه وجميله. الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم على حياة داود، والنهاردة والحلقة اللي فاتت بالذات مركزين على موقفه مع هذا العملاق جولياط اللي هو من بلد جات الفلسطينية، راجل شخصية كبيرة كان بيعير صفوف جنود الله ويعيرهم ويعيرهم ويقول لهم اللي جدع فيكم يطلع ويقتلني، لو قدر يقتلني سيفوز بالنصرة، لو أنا قتلته سيكون كل اليهود عبيد للجيش الفلسطيني. محور الحلقة بتاعتنا النهاردة نتكلم على داود وإزاي ربنا استخدمه في إنقاذ شعب إسرائيل والانتصار على هذا العدو المهول الجبار. لو تفتحوا معاكم الأناجيل أكون فرحان جدا. القصة دي موجودة في صموئيل الأول إصحاح 17، ونمسك كده مثلا من الآية 12 عقبال ما تفتحوا، أقرأ كده فرصة عشان كلنا نسترجع اللي اتكلمنا عليه. وداود هو ابن ذلك الرجل الإفراطي، لأن والده كان من إفرايم، من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى، يبقى والده كان اسمه يسى، وله 8 بنين. وكان الرجل في أيام شاول قد شاخ وكبر بين الناس، ده والده يسى. وذهب بنو يسى الثلاثة، هو كان عنده 8، الكتاب بيقول لنا أن الثلاثة الكبار منهم ذهبوا إلى الحرب مع شاول ومع الجيش قدام الفلسطينيين، والكتاب بيذكر هنا أسماء بنيه الثلاثة
قال اسمهم الياب هو الكبير خالص، وابيناداب هو الثاني، وشمع هو الثالث. عايزين بس نفتكر يا ريت من الاسامي دي اسم الياب الا هو الاخ الاكبر والطويل القامه والعريض، اللي هو لما شافه صمويل النبي فرح وقال ان هو ده اللي ايه ربنا بيختاره، لكن الله بينظر الى القلب وليس الخارج. ايه 15 بتقول اما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم ابيه في بيت لحم. يعني كان بيروح يشوف اخبار الجيش ايه ويطمن على ظروف اخبار الحرب ويعرف عاملين ايه، يقابل شاول يمكن او مش يمكن، ويرجع بعد كده يشوف والده محتاج ايه، يرعى الغنم بتاعه. يتهيألي هبتدي السؤال الاول للاخت ايمان بعد اذنك، لو تلقي لنا الضوء على ليه الله يعني نجد انه اختار داود انه يكون، او حب ان ابنه داود اللي هو هيرعى شعب الله انه يكون برضو راعي للغنم. تشوفي ايه في قصة الرعي الغنم؟ كيف كان سلوك داود كراعي غنم؟ كان بيعمل ايه؟ بيقضي وقته ازاي؟ وازاي قدر ينقل هذه التجربة البسيطة انه يرعى شعب الله؟ قبل ما اتكلم على داود كنت بتقولينا على الاسامي يا دكتور ياسر، اللي هو الياب وابيناداب وشمع. تمام. التلاته دول ليهم معاني وهي واخدانا في القصه. اتفضل. ابيناداب ده معناه الله الهنا، وده كان فعلا الله اله اسرائيل في العهد القديم، هو اللي كان بيمشيهم. تاني واحد ابيناداب يعني اله العهد، ده لما الشعب رفض ان الله يكون هو اللي بيقودهم وعمل العهد مع ملك عشان يقودهم. وشمع يعني الخراب، وده اللي حصل انه لما شاول اتمسح ملك وكانوا ماشيين ورا ربنا فاخطائهم ما كانتش بتتعمل، لكن لما مشي ورا ملك والملك ممكن يخطئ، الشعب كله وصل للخراب. وشمع معناه الخراب. بس كنت عايزه اقول انه كتير لما ربنا بيذكر اسامي في بالوحي بيبقى عايز يقول منها حاجه، ودي لفتت نظري. بالنسبه لاختيارات ربنا بلاقي انه الشعب لما وقف قدام النبي قال له احنا عايزين حد يكون قوي، عايزين حد يكون طويل القامه، طلبوا شاول، طلبوا حد كده يكون شكله جامد عشان هو اللي يقود الشعب. الله ما بيبصش كده خالص، الله بص على القلب. حاجه انا غيرانه قوي من داود فيها لما بيقول هو حسب قلبي. داود لما بتفرج عليه اولا في رعايه الغنم لداود، رعايه الغنم اولا كمهنه، دي مهنه مغزيه بالنسبه لشعب اسرائيل، فما كانتش حاجة ممجدة أو حاجة ليها معنى. ففعلا لو هو داود بيقدم الريزومي بتاعه عشان يبقى ملك هو مش هيبصوا له، هيضحكوا عليه. فالحاجة التانية إنه قلب داود في رعاية الغنم، أنا بفتكر لما حد من الغنمات الصغيرين كان هيتاكل نسي نفسه وبس قلب الراعي أكله. وانا بيتهيألي اللحظة دي اللي ربنا بص عليه وقال الانسان ده جميل قوي، عشان غنماية الصغيرة كان هيضحي بنفسه. القلب الرقيق اللي هو زي قلب يسوع، الله شافه في داود. داود وقتها ما قالش اشمعنى انا اخواتي لبسوهم جنود وانا واخدوني، علشان ما كانش كده خالص، كان كل حاجة بيعملها بالمظبوط. فلما جري واخد الغنم حتى ما راحش يتكلم مع باباه وحكى لهمش القصة جت قصة دارجة لما حصل انه الفلسطيني جه. داود كان راعي بكل معنى الكلمة. يعني حاجة من رعاية الغنم اللي انا اعرفها انه الغنمات مثلا ازاي بيحتاجوا شغل غير عادي. الشعر الغنم لما بينزل قدامه ما بيشوفش، فلازم الراعي يكون هو اللي بيقص الشعر. لما الغنم يتعور لازم يدهنهم هو بالزيت. الغنم ما بيعرفش يدافع عن نفسه نهائي لان ما عندوش سنان ومش بيفكر، فلو ابتدت غنمايه تقع اللي بعدها تقع اللي بعدها تقع، لازم بالعكاز يجيبهم. فشغل الراعي اكتر بكتير من ان انا يكون عندي بات زي ما احنا بنقول في كندا واخد بالي منه ودي. لا هو مش كده خالص، هو شغل جامد قوي، وشغل لدرجه انه مثلا لو في غنمايه كده دايما ما بتسمعش الكلام، يقال ان الراعي بيضطر يكسر رجله عشان يحطه على كتفه على لغايه لما يخف، وده من حب الرعي، بيحطه جنبه جنب قلبه جنب كتفه لغايه لما الغنميه دي تتعلم
وبيفضل يدهن رجله وبيرجع يعصبه تاني وكل حاجة، بس عشان الغنمة دي ما ترجعش ما تطلعش بره الحظيرة وتموت. تمام. معرفتهم ان داود كان لازم يدرب الغنمات عشان يسمعوا صوته. الحكايات دي كلها بالنسبة لاختيار داود الراعي اللي فعلا قلبه كان كله رقة، بشوفه معكوس تماما لما داود مسك الملك. يعني في كذا موقف لداود عملهم، لما داود جرب ان هو يعد الشعب، وقتها ربنا قال له عندك 3 عقبات، يا تقع تحت ايد عدوك، يا يجي لك مجاعة 3 سنين، يا اما انا ابعت وباء. فداود قال له اقع بين ايديك، انت اله رحيم. وقد كان اول ما ابتدى داود يشوف الشعب حواليه بيموت، انا فعلا بقول له شابو يا داود على اللي انت قلته. قال لي ربنا انا اخطأت واذنبت يا رب. ليه بالظبط باللفظ كده؟ انهم اغنام، عاقبني انا وعاقب اهل بيتي. انه ملك وصل، يعني كان وقتها اللي حصل في ان هو يعد الجيش بتاعه، كان وصل بعد انتصارات رهيبه. يعني كان داود مرفوع القامه، محبوب جدا، اللي حواليه ممكن يضحوا بنفسهم علشانه، انما قلبه كان قلب راعي حقيقي. يعني هم يعني انا ممكن اضحي بروحي علشانهم، هم مش انا بكون برعاهم عشان يرفعوني زي ما كان شاول عايز. عايز النصره ليه هو، المجد ليه هو. داود ما كانش كده. انا فاكره لما داود قعد، وكان هو يحب داود قلب حلو قوي قوي، فبيحب يفتكر في ماضيه وهو صغير وفي بيت لحم لما كان ايام صبا، ودي حاجه برضو تكلمني عن قلبه. كان نفسه قوي يشرب من بير بيت لحم، وقعد كده يفكر. فثلاثه من الشداد قوي بتوعه ضحوا بنفسهم، جري ورا خط العدو وكان ممكن يموتوا، وقال انا لا يمكن ادوق الميه دي، فسكبها امام الله سكيبا. ده قلب داود الراعي، ده القلب اللي ربنا شاف فيه ازاي الطفل الصغير ده اللي كان بيرعى غنم، مش بس ما قالش انا ليه برعى غنم، لا بالعكس خد شغلته صح وحب الغنمات الصغيرين دول وعايز يضحي بنفسه علشانهم. وكانت نفس الشخصية اللي ربنا اختارها، طبعا عمل ضعفات وعمل أخطاء ممكن بعد كده نتكلم عنها، لكن قلبه كان قلب طفل صغير كله رقة وكل حب لربنا وكل حب للناس اللي هو كان بيرعاهم. وكان دايما لما يحصل حاجات هو بيعملها ما يقولش مش أنا السبب أو كده، أخطأت والشر قدامك صنعت. كان دايما قلبه على يعني صلواته أنا رب عارف أنا قدامك عملت إيه. فقلب الراعي والله لما بيختار ما بيبصش على شكل، لو بص على شكل شاول وابشالوم يعني كان امور قوي والاثنين خربوا المملكه. لو بيبص على سن، يعني انا اعرف ان جان دارك قادت جيوش فرنسا وهي عندها 18 سنه، الاسكندر الاكبر قاد جيوش اليونان كان عنده 20 سنه، فمش بالسن. يعني هيساعدوا لا احنا عايزين راجل قايم. ولو بالغنى في ناس بيقولوا لا الراجل ده لانه غني هيعرف يعني ما يكونش يعني على حاجات تانيه. بس حبيبنا يسوع مسيحنا ليس له أين يسند رأسه، ما كانش عنده حاجة، ما كانش عنده. فأفكار الله مختلفة تماما. الأورجانيزيشنال تشارت بتاعت ربنا الهرم بتاعه مقلوب. إحنا الهرم بتاعنا في الأورجانيزيشن أو في أي شركة عادية بتبتدي من فوق، هو السي اي او كبير قوي وبعدين المانجرز وهكذا لغاية لما يوصلوا لعامل البوفيه مثلا. العكس، المسيح هو اللي تحت وإحنا اللي عايز وإحنا فوق. الهرم بتاعنا مقلوب. إذا أراد أحد أن يكون أول الكل فيكون آخر الكل وخادما للكل. وده اللي شفته في داود لما كان بيرعى الغنم ولما كان بيرعى شعب الله. جميل قوي اللي قالت ده، بس هقول حتة صغيرة قوي. اتفضل. إنه الله في التفاصيل، الله تراه في التفاصيل. ورعاية الغنم أنت محتاج ترعى خروف خروف، مش بالكومة ومش امشي ورايا ويلا ما ورايا 100 غنمة وخلصنا يعني، لكن ده خروف خروف. لأنه من الحاجات الأساسية في رعاية الخروف أن الواحد يمنع وجود الحشرات في راسه. يعني وانس ما الخروف جاله حشرة معينة أي حاجة بيهيك وبيميك وبيضرب نفسه في الصخر وفي الحيطة لغاية أحيانا بيموت، بيموت نفسه في رغبة منه أن يتخلص من حشرة. فداود كان لازم يمسح كل راس خروف بدهن وبزيت علشان الحشرات، عشان يبقى بارير، عشان يبقى سيل
علشان يبقى حاجة انت غلاف بيغلف راس الخروف وجلد الخروف، فبالتالي لو الحشرة جت تسرح من عليه انما ما تعششش فيه. فكان مهتم جدا انه يمسح كل خروف. فمن الرعاية هي الاهتمام بالفرد. بس بشكرك خالص على الكلام الحلو اللي انت قلتيه. تمام، ده كلام جميل جدا عن الرعاية وليه الله بيرى في الراعي كل الميزات دي. يمكن عايز اوجه سؤال للاخ وجدي واعلق على كلمه كان الايمان وجورج قالوها، حكايه الراعي ان الخراف بتسمع صوته. يعني في كلام الرب يسوع عن الراعي الصالح يقول ايه؟ خرافي تعرفني وتسمع صوتي. الناس لسه لغايه النهارده بتسأل السؤال ده، أسمع صوت ربنا إزاي؟ ألاقي إيه صوت ربنا ده؟ ألاقيه فين؟ والسؤال بيتكرر والإجابة بنقولها والناس بتنسى الإجابة. فياريت نرجع بس نفكر نفسنا تاني في الراعي الصالح أبونا السماوي يسوع المسيح. هل بيتكلم؟ وصوته ده شكله إزاي؟ وإيه أنواع صوته وأسمعها إزاي في القرن 21؟ قرن السرعة والميديا والانشغالات العالمية والجري وراء الأكل والشرب ولقمة العيش. أسمع صوت الراعي بتاعي إزاي؟ سؤال جميل خالص. أنا هاخد من كلام جورج وكلام إيمان، وزي ما حضرتك قلت دلوقتي دكتور ياسر، إن الخراف بتميز صوت الراعي. رغم إن الخراف دي ممكن تسمع أصوات كثيرة، لكن هو صوت واحد اللي تقدر تميزه اللي هو صوت الراعي بتاعها. أتذكر أن أحد الأباء في زيارة كان حكينا عن قصة أن هو كان في زيارة في مكان أظن في لبنان، وراعي هنا مع غنم وراعي هنا مع غنم بالمئات، وبعدين الاتنين رعاة جم يتقابلوا مع بعض يتكلموا، فالغنم دخل في بعضه. فالسؤال اللي شغل ذهن الأب ساعتها وشاف المنظر العجيب ده، هيفرقهم ازاي بعد كده عن بعض؟ لكن الموضوع طلب بسيط خالص، ان الراعي راح يمين ونادى، والراعي التاني راح شمال ونادى، كل غنم راح على الصوت بتاع الراعي بتاعه. فده يقودنا للسؤال اللي حضرتك سألته. طب انا هعرف صوت الراعي، لازم انا اعود نفسي على صوت الراعي عشان اقدر استشف او افهم او اتسلم الرسالة من ربنا. لازم انا تكون اصلا متعود ان انا اسمع صوت ربنا. مش عاوزين نقول كلام أكبر من قامتنا، لكن صوت ربنا بنسمعه إزاي؟ بطريقة زي ما أباء الكنيسة حكونا وقالونا. أنا النهاردة عندي طلبة معينة من ربنا، أنا عاوز أقول حاجة معينة ربنا، وعاوز أعرف يا رب أنت سمعتني ولا ما سمعتنيش. أباء الكنيسة قالونا أن أنت إذا خلصت صلاتك ولقيت قلبك فرحان يبقى سمعك. يبقى من علامات ان انا كده بقى سمعت صوت ربنا. انا كده سمعت صوت ربنا بايه؟ براحة القلب، بالفرحة اللي ربنا دخلها في قلبي. يبقى انا عرفت ان الرسالة وصلت. اوقات تانية، ودي برضو اللي علموهنا في الكنيسة، ان من سمع صوت ربنا هو التعود على قراءة كلمة ربنا، لان كل ما هو مكتوب هو مكتوب لاجل تعلمنا. فأوقات كتير قوي، ودي بتحصل معنا كلنا، أن بيبقى في موضوع معين شاغل ذهننا، عاوزين له رد، عاوزين له إجابة. بطلب يا رب وحياتك سمعني صوتك. مش كلنا بنطلب الطلبة دي؟ يا رب سمعني صوتك. ربنا بيشوف أنا بسمعه إزاي. إذا كنت بسمعه وقت الصلاة هيوصل لي الرسالة في وقت الصلاة. إزاي بتختلف من إنسان للتاني؟ محدش فينا يقدر يقول أن ربنا ليه طريقة واحدة هي كده، واحد اتنين ثلاثة. لا، تختلف من إنسان للتاني. أنت قدامك طريقين، وبتصلي عشان ربنا ينور لك سكتك وينور لك طريقك وتسمع صوته. بتلاقي أن في طريقة معينة، في إجابة معينة، واحد من الاختيارين الروح القدس بيحركك ناحيته. بسمع صوت ربنا. أنا متعود على قراءة كلمة الإنجيل، وبحب كتابي وبحب أقرأ وبستمتع بيه، هلاقي الإجابة اللي أنا عاوزها في وسط الكلام. فدي الطرق اللي ربنا، من ضمن الطرق اللي ربنا بيه. طبعا زي ما علمونا في الكنيسة،
وأتذكر إيمان قالت كده المرة اللي فاتت أن ممكن أسمع صوت ربنا من وعظة، أسمع صوت ربنا من كلمة. ربنا يعني بيقول أن احنا قبل ما بننطق بيكون هو سمع، قبل ما بننطق بيكون هو سمع وبيبعت الإجابة. فهي سماع صوت الراعي تتطلب أن أنا أكون من الراعي وأعود أذني على صوت هذا الراعي. إذا أنا شوية مع الراعي وشوية مع العالم، شوية أميل أذني للراعي وشوية أميل أذني لأصوات العالم، العملية هتتدخل في بعض، المبادئ هتختلف، هيبقى شوية من هنا وشوية من هنا، فهيبقى ساعتها صوت ربنا مش واضح. تمام. حياة وقتي الكلمة جميلة قوي قوي، إنه هسمع صوت الراعي لما أنا أكون من الرعية. دي يعني زي ما بيقولوا كده قطعة جاهزة قول كل خطيب. يعني اللي بيحصل إنه إحنا محتاجين نصدق إن ربنا ممكن يكلمنا، ومحتاجين نصدق إن ده حقنا، إنه الله أبونا والأب بيحب يتكلم لابنه عن كل شيء. أنا أفتكر بابا مرة كان سهران بيرسم وكده، وساعة 6 الصبح قعد يكلمني، قال لي جورج أنا عايزك. قلت له 6 الصبح؟ هو أنت ليه مصحك الصبح بدري كده؟ قال لي لا أنا ما نمتش. قعد يكلمني عن حاجات هو نفسه فيها، وأنا كنت لسه يعني قد كده، يعني ما مش قد كده قوي، يعني كنت في أولى جامعة تقريبا. فالأب بيحب يتكلم. إحنا إذا كنا ندرك إن إحنا روح، كل واحد فينا روح يحيا في جسد وله نفس، إذن الهوية بتاعتي الروح، والروح دي هي نفخة من الله. إذن I am wired، الهاردوير بتاعي wired enough، ويعني متاح في الـ DNA بتاعه إنه يسمع صوت الله، لأن الله روح وأنا كمان الله خلقني روح أعيش في جسد ولي نفس. فكثير من الناس بتخاف من كلمة أسمع صوت الله، برغم ان الله ما بيبطلش كلام، لاني انت عارف الحبيب بيتكلم كتير قوي، فالله لانه بيحبنا الى المنتهى فعنده كلام لينا غير عادي والى المنتهى، وعنده افكار سلام، افكار نجاح، افكار كرامة، افكار بر، افكار قداسة، عنده حلول لكل شيء. فهو بس الفكرة ان احنا how we tune into God's voice، الفريكوينسي، ونتكلم بعدين في الحكايه دي. ثانك يو جورج. وانت بتتكلم عمال افكر في داوود، يعني زي ما سمعنا انه كان بيعمل عمل يعني مش محامي او محاسب او طبيب، بل كان بيعمل في رعايه الاغنام، وكان اصغر اخواته. يعني ما كلمه الصغير دي تهالي بتتكرر كتير في الكتاب، ان الله بيشاور دايما على الصغير، وفي البيت صدقني وفي البيت ويعني انا قدامي شويه امثله هنا ما بين قايين وهابيل. الله اختال هابيل الصغير ان هو يكون هو المختار، ما بين اسماعيل واسحاق، ما بين يعقوب وعيسو اختار الصغير، ما بين يوسف واخواته اختار الصغير، بنيامين وين برضو، ما بين زي في قصه النهارده داوود واخواته. يا ريت اسمع تامل منكم عن الايه اللي مكتوبه في متى، قالها الرب يسوع متى 20:16: فهكذا يسير الاخرون اولين والاولون اخرين. ايه معنى الايه دي؟ ازاي يكون واحد يعني الاولون يكونوا في الاخر، والناس اللي في الاخر اللي هم يعني المجتمع بيبص لهم على انهم في السفلى او في الدونات، دول يكونوا هم الاعلى؟ ازاي معايير السماء متشقلبه او متلخبطه كده؟ هو ليه الله دايما بيختار حاجه الضعفاء او جهلاء هذا العالم علشان يفرج بهم أغنياء وحكماء هذا العالم؟ نبتدي بوجدي، إيه رأيك يا أخ وجدي في هذه الآية؟ فهكذا يسير الآخرون أولين والأولون
آخرين، هل فعلا هيطلع السماء ونلاقي الآية دي محققة وناس غريبة هنلاقيها موجودة لم نكن نتوقعها؟ ده بالتأكيد. هو يمكن جزء من الآية دي قد يكون تفسيره أن شعب الله اللي ربنا اختاره الأولون هم آخر من سيأتوا إلى الله، والآخرون اللي هم الأمم بقوا هم الأولون. عشان كده سيد المسيح قال أن أبناء الملكوت يطرحون خاريا ويأتون من المشارق والمغارب ويتأكون في حضن إبراهيم. فقد يكون هذا بعض التفسير أو بعد من أبعاد تفسير هذه الآية. الناس اللي وصلت لهم الرسالة والوعود الإلهية والمواعيد والعهود والاشتراع والوصايا هم اللي حيأتوا لكنيسة المسيح في آخر الأيام، والناس اللي كانوا بيعتبروهم من الأمم هم اللي يصبحوا هم أولاد الملكوت أو الأولون. ده جزء من واحد من التفسيرات. بالنسبة للأولون أخرون والأخرون أولون، الأولون في أعين أنفسهم زي الإنسان الفريسي اللي دخل الهيكل قال يا ربي أنا بعمل كذا وبخلي كذا وبعشر كذا ولست مثل هذا العشار. فعندنا مثال حي، السيد المسيح قال له ساعتها أن هذا تبرر وده أدين. فالعشار اللي وقف ورا وقال وآخر الكنيسة خالص وقرع صدره قال له ارحمني يا رب لأن رجل خاطئ، هذا الإنسان تبرر بقى هو أولون، والإنسان اللي كان بار في عين نفسه بقى هو من الآخرون. ده يخلينا كلنا نبقى حذرين جدا من البر الذاتي ونتحسس طريقنا في هذه الحياة. تنبيه مهم جدا بنسمعه النهاردة، خلي بالنا من سهوة. أنا يعني هي مش خطية، لأن هي خطية بس ما بنحسش بيها، هي تبقى سهوة أن الإنسان يحس بنفسه أنه أحسن من غيره وأشطر من غيره وأزكى من غيره ويمكن روحيا أعلى من غيره وأبر من غيره، وفي الآخر يطلع كل ده يعني يقف أمام الله يقول إيه اذهبوا عني لإني لا أعرفكم. خلي بالك، خلي بالك من هذه الخطيئة. قبل ما نسمع أستاذ جورج عايز يقول مداخلة، نسمع الدكتور ألبير معانا من كندا. أهلا وسهلا بيك، فرحانين أن أنت بتشاركنا، وبقول لكل المشاهدين أفكركم أن نمر تليفونات مكتوبة على الشاشة، نحب نسمع مداخلتكم أسئلتكم وتشجيعكم لينا. تفضل دكتور ألبير. ألو دكتور ياسر. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، مبسوط أن أشوف حضرتك وضيوفك الكرام. أشكرك. ومستمتع بالحلقة بتاعتكم وبالحلقة اللي فاتت اللي أنتوا بتكملوها النهاردة، لكن في سؤال عمالة يلف في ذهني وبفكر أنه أي إنسان بيبقى نتيجة أو نتاج الكالتشر بتاعه أو الوسط أو المجتمع اللي هو نشأ فيه، وبيتأثر بالأمثلة اللي حواليه. ولما ببص داود اللي هو موضوع الحلقة هنا، شايف أنه الوسط اللي نشأ فيه كان مش وسط روحي، داود كان بعيد وكان في الحقل بيرعى، اتعلم منين الحاجات دي؟ ازاي طلع بالشكل ده؟ شاف منين المثال اللي يقدر يتعلم منه؟ ده السؤال اللي انا بساله يعني. ده سؤال رائع واشكرك. الاخ البير مش كده هو اللي بيتكلم؟ مش اهلا وسهلا، هنجاوب لحضرتك بالسؤال الرائع ده. يمكن هدي السؤال ده لحضرتك، كنت بتكلمنا عنه يا اخ جورج قبل الحلقه. ايه اللي داود جاب منين؟ بيقرا افكاري. منين الكلام ده؟ جه ازاي العلاقه دي بتاعه داود؟ اتفضل. بص هو في قبل ما ادخل الحته دي الجزئيه دي وهي مرتبطه جدا باللي قاله الاستاذ البير النهارده في السؤال، لان كثيرين يدعون وقليل ينتخبون. الدعوه للكل، الدعوه it takes a calling، يعني واحد بيدعي ناس، لكن الانتخاب it takes a character، يعني بتاخد
مواصفات، لازم يبقى في انترست من المدعو للي بيدعى للي بيدعيه، ويبقى في نوع من الحميه وان انا عايز امشي في السكه دي، فبالتالي انا مستعد ان انا يعني اشوف ما تحتاجه هذه السكه وابتدي اما انصاع ليها او ما احتاجه من ان انا اتخلى عنه علشان امشي في السكه دي، وبالتالي ابتدي يبقى انتخابي مميز. ففعلا كثيرين يدعون الله، الله يدعو جميع الشعوب للخلاص، جميع الشعوب بيقبلوا المسيح، جميع الشعوب بيتغيروا، لكن اللي بيقبل الدعوة هو اللي بينتخب، واللي قبوله بيحمل فيه حساب نفقة على أساس النعمة، هو ده اللي بينتخب. اللي قاله الأستاذ ألبير في منتهى الأهمية، ويمكن ده هو ده يعني، هو ألبير بيتكلم عن سر حياة داود، يعني اللي هو كان بيعمل ايه في السر علشان كده ميز وربنا انتخبه. وحتى لدرجة ان شاول في النهاية يعني قال هو مين الولد ده، مين الولد ده، برغم انه يعني في عدد 15 لما ابتدينا نعرف ان داود كان ليه علاقة بشاول، كان بيضرب الهارب معاه وكان بيسبح له لما الروح الرديء كان بيجي عليه، وكان الروح بتفرقه من عبادة داود. فزي ما قالت إيمان في الأول إن داود كان بيهتم بالرعية، كان بيهتم ومفيش حد شايفه، يعني كان زي ما بيقول في مزمور 91 في ستر العلي، الستر ده أنا والعلي، بس أنا والعلي، محدش بيبص عليا. أنا كتير في حياتي اخترت إن أنا أغلط لأن محدش شايفني، محدش شايفني فأغلط. يعني ربنا شايفك، أنا عارف ربنا شايفني، بس ربنا رؤوف رحيم. يعني أنا لي اشتياق مع ربنا، لكن اختياراتي ليها وشين. وش أنا I'm acting a religious person، أنا بتصرف تصرفات مسيحية في الوسط المسيحي، أروح كنيسة أتناول أعترف، حتى أعترف ممكن يعني في وسط الناس أدي تبرعات مش عارف إيه، لكن لما أكون لوحدي بعمل إيه على الإنترنت، which site أنا I'm visiting the most، أو حتى whatever، يعني إيه الموقع اللي أنا لوحدي احب اتفرج عليه، وانا لوحدي وعندي فرصه ان انا انصب على حد او اخدع حد، هعمل كده ولا لا؟ انا لوحدي ومفيش حد شايفني وفي واحد واقع في السكه، هروح اجري عليه وابقى سمير الصالح، ولا يروح في 60 بقى انا ورايا انا يعني يا عمر ما نقطة رائعة قوي يا جورج، لما قلت انه اختيار الله ربنا مش بيدور على my ability لكن بيدور على my availability. yes. مش انا اقدر اعمل ايه، لكن هل انا متاح لربنا ولا لا. حاجة كمان افتكرتها من مزامير داود، انه كان دايما بيغني انه اله لشق البحر، فواضح ان الاباء كانوا دايما كل الاباء كانوا بيقولوا الحكاية دي لاطفالهم. فقلب داود الجميل قوي تعلق بربنا الحلو قوي اللي خلى شعب إسرائيل يعدي في البحر. يعني كتير من المزامير كان بيرجع من وقت إبراهيم ويشكر ربنا على كل اللي عمله مع شعب إسرائيل. فحاجة من الحاجات اللي أنا حسيت برضو أنها كانت اللمسة كده، تركيبة من تركيبات داود، أنه عجبوا الإله ده، وزي ما أنت قلت بالظبط هو سلك في اللي سمعه. وكمان هو بيحتفظ بأفكاره بإيه؟ يعني ممكن يكون شخص كويس جدا واخلاق عاليه جدا لكن مش مع ربنا. غاندي كان من الناس العظماء، غاندي تبعه 200 مليون شخص، من اعظم البشر اللي في التاريخ الجديد غاندي. لكن الفكره انت داود كان بيفكر في ايه لوحده؟ يعني ايمان شاورت على المزامير، وفي
بيقول كده داود في مزمور 68 بيقول يقوم الله يتبدد أعداؤه ويهرب. ده أول مزمور، يقوم الله يتبدد أعداؤه يهرب بضيء. مش يا رب أنا غلبان أنا ضعيف رب يعني الحقني أنا مش قادر أنا خطيتي قوية عليا. داود قال الموضوع ده مرة واحدة مرة واحدة، قال بالخطية حبلت بي أمي ومش عارف إيه، لكن بقيت المزامير يمجد الله يخبر بعظمة الله. فبقى الأفكار الفلكس الانفلكس of thoughts عنده it's positive about God. كل التفكيرات اللي بتجيله عن الله كلها أفكار إيجابية. يعني لما تكلم غنوا لله رنموا لاسمه أعدوا طريقا للراكب على القفار باسمه ياه، عارف قيمة الاسم وهو لوحده. في مزمور 107 يقول إيه؟ ليقل مبديو الرب، ما قالش ليه ليقل الخطاة مثلا، ما قالش ليه ليقل المنكسرين التعبانين كده، لكن لأنه اختبر الفداء. وهداهم طريق، بيتكلم على الله أنقذهم هداهم طريقا أخرجهم من الظلم وظلال الموت وقطع قيودهم. يعني كانوا مقصورين وداود بيقول يا ده تقطع قيودهم، لأنه كسر مصاريع نحاس وقطع عوارض حديد. فأنا المهم هنا أنا وأنا بواجه مواقف حياتي إيه الأفكار اللي بتتواتر ومنين جت؟ Thank you التأملات الجميلة. يعني يحضرني للأخ البير لما سأل السؤال ده وبسمع الكلام اللي أنتوا بتتكلموا عنه كله، الراعي بيخرج بدري مبكرا عشان يرعى الغنم في المراعي الخضرة. حاجتين مهمين أنا شايف إن داود قدر يستفاد منهم، ويعني إجابة لسؤال حضرتك ليه الله اختاره وإيه اللي عمله علشان يوصل لهذا المستوى الروحي. أول حاجة الخلوة، كان بيستعمل وقت الخلوة بتاعته. أنا متخيله كده كان الغنم بترعى وتربط حواليه وهو يقعد تحت الشجرة يمسك المزمار بتاعه أو العود ويرنم ويسبح ويصلي. يعني أهمية حياة الخلوة في الإنسان اللي دايما مشغول وعمال وماشي مع حلقة الشغل والأكل وجري ورا العيش ويشوف الزوج ومراته والأولاد أو السيدة وجوزها والمطبخ وما فيش وقت، كان داود بيلاقي عنده براح من الخلوة وبيستخدمه في إن هو يختلي مع رب المجد إلهه. وأكيد كان بينهم مكالمات وصلوات وكتابات للمزامير اللي سمعنا عنها. فدي حياة الخلوة حاجة مهمة. الحاجة التانية أكيد كان بيتأمل في الطبيعة الجميلة دي ويقول يا رب شوف أنت يعني خلقت الطبيعة الحلوة دي كلها علشاني أنا، فكرت فيا أنا وأنت بتخلق الشجر والعصافير والأنهار والخضرة اللي حواليا وما أكثرها حوالينا. بس إحنا ما بنشوفش، أجين عينينا مشغولة إن هي بتدور على الحاجات المادية، ما بنقدرش نشوف الجمال اللي ربنا الحاجات الطبيعية اللي الله عملها علشان يهدي أعصابنا من التنشنة اللي احنا فيها من الحياة التوتر اللي احنا فيها. لقى واحد أعصابه تعبانة يجري على الدكتور عشان ياخد دواء، مع أنه لو أخد أجازة ولا قعد في وقت في حتة في هادية في مكان خلوة راحة صلى مع ربنا سمع وعظة تلاقي أعصابه هديت ولا احتاج للقرص الدواء اللي بياخده ولا أي حاجة من الكلام اللي بنسمعه من أهل العالم. عايز أرجع تاني لو بعد إذنكم ممكن نرجع للقصة بتاعتنا نتكلم عن إيه اللي حصل بعد ما اتكلمنا على أن داود كان راعي الغنم. نلاقي في آية 17 ويمكن هبتدي بالأستاذ وجدي في السؤال ده، فقال يس ده والده لداود ابنه خذ لإخوتك إيفا من هذا الفريق وهذا العشر خبزات وأركض إلى المحلة إلى إخوتك وهذه العشر قطاعات من الجبن قدمها لرئيس الألف وافتقد ركز معايا كده ده والده بيقول وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربونا. أحب أدايركت الحديث في الفترة الجاية دي عن هذا الرجل يسى واهتمامه بأولاده في عالم إحنا كلنا مشغولين ومش ملحقين حتى نخلي بالنا من مش يعني محرج إن أنا أقولها، بس ساعات الواحد مبقاش عنده يشيك وقت يشيك على أولاده
اخبارهم ايه، عاملين ايه، معنويا، نفسيا، روحيا، حتى في فترة الكورونا الخانقة دي. يعني إيه، تنصح ايه اللي نتعلمه من ياسا في هذا الموقف، وهايلايت اهمية ان احنا واجبنا ان احنا نهتم على الاولاد اللي الله ائتمنا فيهم، ائتمنا ان هو ادانا الاولاد دي امانة نخلي بالنا منهم. تقول ايه، الاب دايما مشغول مش لاقي وقت يسأل على اولاده، وبعد كده الكلام لحضرتك. شور هقول له كلمة السيد المسيح اللي أنا قالها: أنا والأولاد الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد. فهي دي رسالة أي أب. إيه السيد المسيح قال إيه تاني ممكن نسمعها كده؟ ها أنا والأولاد الذين أعطيتني، دي كانت نبوة. ها أنا والأولاد الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد. وإحنا عارفين إن الوحيد اللي هلك هو كان ابن الهلاك، اللي هو مين بالظبط؟ اللي هو يهوذا. تمام. يهوذا الإسخريوطي كان هو سمي ابن الهلاك لأنه اختار مصيره بنفسه. فكل أب لأولاده بالجسد أو أم، يعني كإيمان تكلمين على جوزة الأم طبعا يعني. مثلا المشاعر مش هتختلف كتير. كل أب أو أم أو الأب والأم مع بعض هيقولوا لربنا: ها أنا ذا والأولاد الذين أعطيتني. فأعطيتني معناه أن الأولاد اللي ربنا بيديهم، ربنا بيديهم لحد فبيدي له عطية من عنده. التعبير أعطيتني ده معنى كده الأولاد عطية، وإذا كانوا الأولاد عطية فهي أمانة، وإذا كان أمانة فيجب الحرص الشديد عليها، لأن أي أمانة ربنا بيديها لنا على الأرض سواء كانت أولاد، صحة، أموال، education, whatever it is، هنقدم عليها حساب. فأي حاجة النهاردة لما ربنا بيدي لواحد مننا أولاد أو نسل بيبقى بيديله أولاده لحساب الملكوت. الهدف النهائي لحياة أي واحد فينا على الأرض هو الوصول إلى الملكوت والرجوع تاني لمسكننا السماوي، ما كان مطلعنا نرجع تاني. فهي دي حياتنا على الأرض فترة صغيرة وهتعدي، لكن يبقى كلنا نظرنا على السماء. وإذا كان الأب أو الأم أو أي واحد فينا عينه دايما على السماء، فيبقى لازم هو يكون متأكد إن هو يوصل أولاده للسماء. الفلوس مهمة، الإدوكيشن مهمة، الرفاهية اللي يقدر عليها مهمة، كل شيء يعني جيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. دي اللي ربنا يسوع المسيح قالها، جئت ليكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. مش معنى كده أبدا إن احنا قدام الأهداف المادية اللي موجودة في حياتنا إن احنا ننسى الهدف الرئيسي الأول والرئيسي، إن تبقى عينينا على السماء. فلو كل أب وكل أم فكروا في النقطة دي وزي ما بيقولوا رأس الحكمة مخافة الرب. فإذا كان أي إنسان حاطط في قلبه خوف ربنا يبقى هيعتني تماما بالأولاد اللي ربنا أعطاهم له. يبقى خطأ كبير إن أنا أحسس بابني إن ليا سلطة عليه في كل الوقت، وإن أنا أعكس السلطة الأبوية وخليها نوع من السلطة المرفوضة الغير مقبولة من الأبناء. أيها الأباء لا تغيظوا أبناءكم لئلا يفشلوا. فيجب أن أنا مهمة جدا جدا في حياتنا المسيحية أن احنا نتعامل مع أولادنا وبناتنا بمنتهى الاحترام، سواء كان الأباء والبنات دول الأبناء والأولاد دول جسديين، أولادنا بالجسد، أو أولادنا الروحانيين في الكنيسة، دول احنا برضو مسؤولين عنهم. وده رجعنا لحتة داود كراعي، دول احنا مسؤولين عنهم وهنقدم عنهم حساب. فدي حتة مهمة جدا. فاللي عاوز اقوله، في وسط مشاغلنا في الحياة يجب تماما ان احنا نتعامل مع اولادنا باحترام، لا نحاول استعراض السلطة في كل وقت وكل حين. يجب الاستماع ليهم بجدية ويجب الاستماع ليهم بانصات،
ويجب ان احنا نظهر لهم حقيقة مشاعرنا ان احنا بنحبهم وان احنا بنحترمهم. اوعى حد يتخيل انه ممكن يضحك على ابنه او بنته ويتظاهر بمظهر مش هو المظبوط، لان الولد والبنت هيعرفوا immediately، هيعرفوا، شفناها في الخدمة وشفناها في البيت. المشاعر الصادقة هي اللي بتوصل للقلب. فدي حتة مهمة إجابة لسؤال حضرتك. بالنسبة لياسا نهوت، أنا مش عارف أسترسل في الآية ولا نقف على كده ونروح حتة تانية. لا تفضل. لا يعني أنا هي اللي لما ياسا بعت أولاده، بعت داود، دي كانت تاني أجمل إرسالية في الكتاب المقدس. عندنا ثلاث إرساليات في الكتاب المقدس، اسمحوا لي إخواتي أن أنا كان في حتة دي. أنت ممتع. لا أنا بحب قوي الإرسالية دي. واحنا مستمتعين جدا بيك. ربنا يخليك. الإرسالية الأولى كانت إرسالية يوسف، يعقوب لما أبعت يوسف، وانتهت بأن إخوات يوسف عملوا إيه؟ رفضوه. الإرسالية الثانية كانت إرسالية داود وانتهت بيه؟ رفضوا. الإرسالية الثانية كانت إرسالية مين؟ يسوع. الأب السماوي، وانتهت بأنهم إيه؟ صلبوه. رفضوا. من جمال القصص أن حضرتك قلت من شوية أو جورج أن الأصغر بيبقى له مركز أو اهتمام في البيت، مش كده؟ بيبقى الأقرب للأب، ها؟ وبيسموه دلعة البيت. جمال قصة جمال ياسا نهوت انه بعت الأصغر في البيت والممسوح من الله والملك القادم، وبعته بعت أغلى ما عنده عشان يطمن على إخوته، زي ما أبونا يعقوب بعت أغلى ما عنده يوسف كان عشان يطمن على إخوته. وهكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فلما احنا نشوف الاب السماوي بيعتني بالاولاد بالمنظر ده وما بيبخلش عليهم حتى بابنه الوحيد، ده قرة عينه زي ما بيقولوها. طب انا اتعلم ايه بقى كأب جزداني؟ ايه اللي انا هتعلمه؟ ده انا احط على ابني ده في عينيا وولادي دول في عينيا وحوط عليهم عشان انا شفت الاب السماوي بيعمل كده، مش كده؟ تمام. ايه اللي هيبقى تاني عندي غالي في الدنيا بعد ما انا شفت الاب السماوي بيعمل كده، بعد ما شفت يعقوب بيبعت يوسف، بعد ما شفت ياسا بيبعت داوود، ها؟ بعد ما شفت ملك الملوك ما تعلق على خشبه، ايه تاني هيبقى غالي عندي اكتر؟ أشكركم على الشمال. بعد إذنك ممكن برضو تكومنت يمكن ليتل بيت ديبر، أو تقول لنا برضو إزاي، إدي أمثلة كده عملية للأب والأم، وبرضو جورج إزاي الأب والأم يسحروا على حياة أولادهم الروحية. عايزين ثلاث أربع أمثلة أو نقط عملية، يعني كل والد ووالدة بيسمعونا ولادهم لسه صغيرين 4-5 سنين او في سن الابتدائي او في سن المراهقة في اعدادي او ثانوي، ايه دور الاب والام في السهر على حياة اولادهم الروحية؟ يعني احنا شاطرين قوي، او يعني مش كلنا بس معظمنا شاطر في الجزء المادي، اكل العيش والمدرسة والدروس الخصوصية والجزمة الجديدة والفلنة والسرير كل ده تمام. احنا اللي يمكن نفتقده ان احنا ايه، نفتكر ان احنا لينا واجب روحي تجاه، لا لا زي ما واجدي قال سنسائل عنهم. اول حاجه عايز اقولها انه مانكي سي مانكي دو، يعني انا ممكن اقعد اقول لولادي كلام كتير قوي، ولسه جورج جايب سيره غاندي قال لولا المسيحيين لصرت مسيحيا. كتير بنقول لهم اعمل اعمل اعمل، هو لازم يشوف فيا الاول ده، انا لازم اكون حياتي حقيقيه. الولاد حتى لو عنده سنتين بيقدر يشوف اللي قدامه ده حقيقي او مش حقيقي.
ضروري قوي ان انا اكون يعني بقول لهم لو هم صغيرين قصص الكتاب المقدس اللي انا عملته مع بناتي الحقيقه او جوزي اللي عمل كده. كان دايما كل ليله يقعد يقرا يقول لهم قصه من قصص الكتاب المقدس فابتدوا يتعلموا شويه عن ربنا. وكان ساعات بيسالونا اسئله مش بنعرف نرد عليها وكنا بنقول لهم كي هندرس ونرجع لكم تاني. بس ده محتاج وقت من الاب والام يعني وقت ان انت تلاقي الربع ساعه اللي هي بالليل بعد ما يكوني راجعه من الشغل ودايخه وتعبانه وهلكانه ومفيش نفس تتكلمي ان انت برضه تلاقي وقت ربع ساعه تلت ساعه مهمه جدا يعني قبل ما يناموا ان انت تقرا لهم. يعني ده عايز تخطيط كمان من الاب والام انه يلاقوا حاجه وقت ده زي كده. ده يعني لما انا ببتدي الخطوات البسيطه دي هي ربع ساعه. عندك حق في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي الواحد ما عندوش مجال ان هو حتى مش فاضي. ورغم ان احنا عندنا التكنولوجيا في ايدينا وكل حاجه بنجيبها بسرعه ومع ذلك الوقت بيقل مش بيزيد. بس في حاجات بقى استثمار زي ما انا بحط قرش في البنك وبعد كده بلاقيه 1000. الاستثمار في حياه ولادنا. يعني انا الربع ساعه دي اكيد في يوم من الايام بدل ما اقعد ساعات احل في مشكله كبيره جدا وصلوا لها علشان انا ما خدتش معاهم الخطوات البسيطه الصغننه دي من الاول هتفيدني. يعني هتفدي وقت كتير قوي في اللي جاي قدام. دي حاجه. حاجه تانية تاني بقولها انه الاولاد حاجه من الحاجات اللي مش ولادنا خاصه بيشوفوا لما بيشوفوا الرياء بيتقفلوا قفله وحشه قوي. وجدي اتكلم على النقطه دي صحيح برضه. يعني زي بالظبط ما انا مش قادره يعني ازود على الكلام الرائع اللي وجدي قاله. بس حقيقي انه انا لازم اكون بعيش حقيقه قدامهم. لازم حقيقة مسيحيه مسيحيه قدامهم. لازم يشوفوا لما يعني مثلا لما دلوقتي واحده بنت عندها امتحان وهي بعيده عني في اطوه بتتصل بيا ماما كان يو بليز براي. انا فاكره مره مدرسه من مدرسه بنتي راحت عشان تذاكر جريت على الكورنر وقعدت تصلي كانت خايفه. فالست بتسالني هو في قلت لها احنا كاسره في البيت مش عشان احنا متدينين ولا حاجه احنا غلابه واغلب من يعني في حاجه مش عشان احنا كده علشان احنا فعلا اتكلنا بيبقى على ربنا وهما بيشوفوا كده بيشوفوا ان احنا في الوقت اللي بنبقى مش عارفين نتدخل فيه كبشر وفعلا وقتها ربنا عشان يعلمنا بيبعد عننا كل عنصر بشري ممكن يخش في المشكله ويساعد. فبيشوفوا وقتها ان احنا بنجري على ركبنا وساعات بقول لا احنا هنصوم ونصلي علشان الامر ده. فاللي بيشوفوه اولادنا في حياتنا واللي احنا بنعيشه حتى لو رفضوه في الاول حتى لو جات التين ايج ييرز وقال لا لا بعد لما بتعدي الفتره دي زي ما داود افتكر كل القصص الحلوه اللي كانوا بيقولوها له ابائه هم هيفتكروا الكلام اللي احنا بنعمله قدامهم. فهي مش يعني انا حياتي بعيشها في حياتي البسيطة اللي أنا بعيشها وبيشوفوا مثلا لما يجوا يشوفوا مشكلة ماما طب هتعملي إيه حبيبتي وده اللي بيحصل هصلي الأول ومش درواشة على فكرة. يعني في أوقات وأوقات كتيرة لازم أكون صريحة معاهم وأقول لهم أنا على فكرة مش عارفة ليه رب يعني لما كبروا بس مش هم صغيرين أنا فعلا مش عارفة ليه ده حصل وليه ربنا سمح بحاجة كده وبنقعد نتناقش فيها. في حاجات انا لازم انزل معاهم ارض الواقع الروحيه لان احنا كناس كبار كتير بنتخبط فجاه الاقي ربنا مثلا بعد ما كان بيتكلم في اوقات لحظات صمت طبعا عشان يدربني ويعلمني ويجعل قدمي كالايائل ده ربنا معايا بيحصل معاهم نفس الحاجه. اول ما بيبتدي علاقه بربنا بيبقى كل ما يتكلموا ربنا بيتكلم وبعد كده ربنا بيبتدي يكبرهم فما بيبقوش بياخدوا اللبن بيبتدوا ياخدوا الاكل اللي محتاجين ياخدوه وبتبقى جزء من ان هم يكبروا الالم. وده برضو شفناه في حياه داود. ففي حاجات في حياتهم هيعدوا بيها. الحياه مع ربنا مش للاجي. الحياه مع ربنا بيقول طريق ضيق حقيقي كله نعمه وكله سند وكله حب منه بس اوقات احنا ما بنقدرش نستقبله في ضعفنا البشري. الكلام ده لازم يوصل لاولادنا. تمام. لازم كمان واحنا بنتكلم على ناس تاني حوالينا وأسرنا الانتقادات اللي احنا بننتقدها لبعض ما اقفل التليفون اوف على فكره بيشوفوا عدم محبه ورياء حاجات بسيطه قوي العيال بياخدوا بالهم منها. اسلوبي في الكلام عن الناس لما الناس تمشي من بيتي بعد ما اكون عملت عزومه وده بتبقى قد كده. الولاد مش بيسمعوا لما انا اقعدهم بقى واديهم محاضره لا 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 انا المحاضره بتاعتي المفروض تكون في حياتي ولما اغلط ودي حصلت كتير بقول له بكلمهم واحده واحده فلانه ده بقى يعني كان لازم ربنا يعلمهوني انا حصل موقف كذا وانا عملت كذا انا اسفه ده كان غلط وده مش الطريقه اللي ربنا بيقول لنا نعملها.
لازم الحقيقي لازم نكون بنتعامل بصدق، صدق حقيقي يكونوا بيشوفوه. الحاجة التانية انه يعني انا بشوف كتير ما نقارنهمش، وفي كانت حاجة ماشية في وقت من الاوقات ودي حاجة كانت غيظاني جدا، علشان مثلا عيسو كان يعقوب كان بيحب عيسو ورفقة كانت بتحب مين حبيب بابا مين حبيب ماما، يا جماعة من فضلكم ابوس ايديكم، الكلام ده بيوجع عيالنا. ما فيش داعي للمقارنات او الحلوة دي طالعة الماما والحلوة دي طالعة البابا، ولا انا ما فيش داعي لكده. يعني بجد الفكرة ان انا افرق بين ولادي، انا لازم اعرف انه انا بصمتي ما جاتش زيها في التاريخ ولا هيجي زيها، مش لان انا انسانة رائعة، لان هو ربنا عايز كده انه انا شخصية مميزة. سو ار اولادنا، فممكن اخوي يبقى دكتور واخوه التاني دخل كوليدج، ايه المشكلة؟ فحاجة من الحاجات اللي بيشوفوا فعلا هل انا ربنا بيحبني وانا زفت، يعني مفيش في اي حاجة كويسة بلا شروط. طبعا انا مش هقدر اوصل لمحبه ربنا لاولادي، لكن انا لازم احبهم بلا شروط. يعني ممكن اقول يعني انا اتعلمت كده وتعلمتش ان انا مدرسه في المدرسه، ما اقدرش اقول لحد يور باد، اقول له يو ار جود اند اي لايك يو بت اي دو نوت لايك وات يو ديد، انا مش بحب اللي انت عملته، لكن في ناس او حبيبي لو عملت كده انا هحبك. لا، لان ده بيوصل لهم يعني انطباع الاب والام والاولاد بتبقى رأسيا بتبقى هي انطباعهم عن ربنا، بيشوفوا ربنا من خلالنا. يعني انا لو معرفتش احبه فرقت بيجري على ربنا، ولغاية لما ربنا يعدل الامور ويزبطها بتاخد في حياتهم سنين مقاسي. طب ليه انا لو قلت له من الاول حبيبي انت سبيشل عشان بس هو انت، هيعرفوا ان لما ربنا يقول كده هتتقرب لذهنهم اكتر. فانا فعلا لازم اكون حياة قدامهم، ولو غلطت لازم اقول انا غلطت، واحنا كلنا بنغلط، ولو عملت حاجه لازم اعترف بيها قدامهم. واحنا قاعدين بنتكلم مثلا ترابيزه السفره وحصلت مواقف، اسم ربنا لازم يكون في بيتنا كل الوقت، مش عشان احنا متدروشين ومش بس في حاجات بحس انه لا انا عايزه اقول لهم ان هو داخل في كل حياتي. مش ده انا اللي بستفاد على فكره، مش عشان انا حلوه ولا لا خالص، انا كل حاجه ربنا بيقولها لي اعملها عشان مصلحتي انا. يعني حتى لما حط الوصايا علشان مصلحتي، عشان الشيطان ما اديلوش مساحه في حياتي يخش ويخرب. فكل شيء الله حتى بيأمرني بيكونوا قديسين، مش عشان عايز يستنالي على كده، لا، عشان انت حبيبي لو قديس هعرف احميك، عشان انت حبيبي لو قديس هديك كل حاجة عندي. لكن لما بتخرج ناحية العدو الخير بتديله رجل في حياتك. ففي حاجات احنا لازم نوعى كده، لازم بجد ولادنا يشوفوا حياتنا. يعني امين. تاك امين. جورج ليك اي تعليقات بالنسبة للنقطة دي؟ هو انا يعني هتكلم عن النقطه دي، اوكي هتكلم عن النقطه دي بس من وجهه نظر ثانيه خالص، لانه الكلام اللي اتقال ما يتضافش عليه بصراحه، كلام رائع وجميل جدا. هتكلم على انه الله يهتم بالعيله، اب وام وولاد. ابليس متغاظ من العيله، فابليس عايز يشغل لو اب وام يعني مرتبطين ببعض من ناحيه الحب، او من ناحيه عيب ننفصل، او من ناحيه خلينا مقضيينها لغايه لما العيال تكبر وبعدين انت اوضه وانا اوضه كده. يعني هو يهمه ان البيت يبقى منفصل، البيت يبقى معاقب ودايما تحت ضغطه. فيعمل ايه؟ انه الكلمة تيجي الأب ينبسط بيها، الأم تنبسط بيها، العيال ينبسط بيها، لكن تبتدي أمور الحياة تطلع زي الشوك تقتل الكلمة دي. إما الشوك إزاي أنا بسمح بيه، أو الويدز أنا بسمح بيه إزاي؟ لما بصدق أن من حق الويد أن يطلع مع الجراس الحلو بتاعي، لما بصدق أن that's life you know it's a package، ما يعني هعمل ايه، ما هي كده، انا لازم اتعب علشان ادخل فلوس، لازم اعلم العيال. لا، يبقى انا رغبتي ان انا اجيب فلوس او ادخل دخل جاية من ارضية احتياج، مش ارضية ايمان ان الله غنيني. تعرف ان اهم حاجة في حياة الانسان فري، الهوى فري، الدم اللي داخل في جسمي ده وطالع اللي لو اتصفى هموت فري، الحياة اللي انا بصحى بيها كل يوم
من النوم اقول ايه ده انا صح، ايه ده انا موجود. اروح اغسل وشي بقى، وده الحياه اللي بتدب فيا كل يوم فري. فتخيل ان ابليس عامل برايس تاج عالي جدا، مغلي اسعار الامور اللي بتتغير كل يوم. انت ممكن تجيب عربيه النهارده وترميها بكره، هو كيرز. ممكن تجيب فستان ب $1,000 ب $5,000، الشنط مش عارف $10,000، وما تعجبنيش، ايه ده دي مش عارف، ايه ده ده وقع منها مش عارف، ارميها. لكن دي حاجات رخيصه، لكن اتحط عليها ابليس، حط عليها برايس تاج عالي جدا. انا وانت وانتي بنعرق عشان نجيب الرخيص، صحيح. لكن ما بنديش افيلابيليتي، ما بنبقاش متاحين للحياه، ما بنبقاش متاحين ان احنا نقعد مع الولد والبنت ونقول له ازيك عامل ايه، ده انت وحشتني، وانت كنت لسه مثلا معاه مع بتلعب مع كوره، مراتك مثلا رحتوا زياره وبعدين وانت راجع في السكه انت وحشتني قوي يا ابني، ما انا كنت معاك في الزياره دي، بس وحشاني. انك انت تدي لنفسك وانا ادي لنفسي مساحه من الاوبزرفيشن اند ميديتيشن، تو بي ميديتيشن معناها ان تو بي فاميليار وذ، انك تبقى متاح لمراتك، متاح لاولادك. مش ممكن لما تحس انك انت مطالب انك تسدد احتياجات، تمام، لا، انت الله is backing you up. الله غنى لا يستقصى، تعب الشعوب ادهلنا، تعب الشعوب ورثوه، اما الثروه والغنى فهي من عند الرب. فانا عشان اعرق، عشان اجيب فلوس علشان اخلي ابني يتعلم كويس او يلبس كويس او بنتي تلبس كويس، او لما بنتي تكبر العريس يبص لها كده، لا انت من عيله حلوه قوي، عيله عندهم فلوس في البنك قد كده، كويس قوي، لا انا هتجوزك، دي مصيبه سودة. احنا ودينا ستاندرز رتن، وللاسف هو ده السائد، لاني انا مش باخد الانفلكس او افكاري من الله، من كلمه الله، ابتديت اخلي العالم يشكل طريقه تفكيري. يبقى انا محتاج اني ادي حياه. تخيل انك انت الحياه فري، فلما اقوى حاجه اللي هي انت عايش بيها انت يجارت فور فري، هتهتم انك انت تلبس لبس كويس ولا لا؟ هزيجة معها، تمام. عايزه اقول قصه، لما انت قلت الاسره وفجاه فعلا فكرتني، ونفسي المشاهد يسمع القصه دي، وانا سمعتها من راعي كنيسه يعني واثقه جدا في كلامه، بيقول ان هو كان على الطياره وكانت المضيفه بتقدم الاكل، فهو قدمت له اكل، فاللي جنبه قال لها لا انا مش باكل، فهو حب يفتح معاه كلام عن المسيح على اساس انه يعني يقول له طب انت صايم ايه، فهيقول له صايم ايه، فيبتدي يتكلم معاه، فقال له انا من عبده الشيطان، ودي قصه حقيقيه، قال له احنا صايمين اليومين دول، فقال له ليه صايمين؟ قال احنا صايمين عشان كل البيوت المسيحيه تخرب، فالشيطان والعبده بتوعه، وزي ما جورج قال وزي ما واجدي قال، انه الاسره بالنسبه للشيطان او الوحده في الاسره دي حاجه بتضايق ابليس جدا، فكون ان انا اعرف، ودي حقائق، وانا قابلت حد من عبده الشيطان في امريكا وهو غير حياته للمسيح، وكان بياكد ان دي حاجات بتحصل، ان هم عندهم صيامات وفعلا بيصوموها، بس هدفهم زي السهم على الأسر المسيحية إنها تخرب. فلما أنا وشريك حياتي نختلف، بيجي دايما الفكرة دي في ذهني، بقوله لا مش هسمح لك، غير مسمح لك، غير مسمح لك، أنا مش هدخل رجلك في الأريا دي. ففعلا دي حقيقة، ولازم نكون بنوعها. يعني أضيف على الكلام الجميل اللي سمعناه شوية نقط برضو عملية مهم جدا. اولادك يكونوا متعمدين، لو انت مقصر في النقطه دي ارجع وراجع نفسك. نمره 2، مهم جدا انك تاخد ولادك للكنيسه لغايه ما يطلعوا من تحت السقف بتاعك. انت مسؤول وانت مسؤوله ان انت تصحي الاولاد يوم الاحد او الجمعه او اي يوم، وتكون مسؤول عنهم ان هم تتعب شوية، تستناه وما تتنرفزش، ما تستعجلش، ما تقولش لا الوقت اتأخر هسيبهم، لا ده ما تسيبهمش، هتسيبهم تخش السماء انت لوحدك وولادك يضيعوا، يعني هتبقى قاعد في السماء فرحان ازاي وابنك في مكان وحش.
تهتم جدا تاخد ولادك يحضروا الكنيسه، يتناولوا، يشاركوا في المائده، يفهموا الصلوات، مدارس الاحد، الكنائس كلها عامله مدارس الاحد، حتى لو ما كانتش ان بيرسون عاملينها فيرتشوال. ولادك تهتم، يا ابني حضرت مدارس الاحد، طب الدرس النهارده كان عن ايه، طب الاستاذ بتاعك عامل ايه، تكون متابع مع الاولاد. العطاء، عايز ولادك يتعلموا العطاء، توريهم يعني، تدي كل واحد ان شاء الله قرش او قرشين او 10 صاغ او جنيه على حسب اللي في مقدرتك، وتقول لهم ده يوم العطاء، وتروح الصندوق وتدي، يحطوا القرش بتاعه، يطلع الولد يكبر من هو صغير، تلاقيه كبر بيحب العطاء. تعلمهم كده زي ما سمعنا، مهم جدا ان انت تصلي في البيت. يعني لما يكون عيد ميلاد جميل قوي ان انت تعمل كيكه وشمعة وحفلة وهدايا لأولادك، بس برضو لو انت عايز توري ان انت انسان مسيحي حقيقي، تاخد ابنك او بنتك ده اللي هو عيد ميلاده النهاردة ده، وتقف تصلي معاه وتشكر ربنا على السنة اللي فاتت، وتصلي من اجله ان السنة الجاية تكون انت ومراتك، انت وجوزك، تاخدوا الولد او البنت في كل عيد ميلاد. ما يبقاش زي عيد ميلاد عالمي او سكيلر، لا، لازم يعرفوا ان احنا مختلفين عن الناس التانية. لما يكون في مشكله في البيت، انت ومراتك او انت وجوزك تصلوا، فيطلعوا الاولاد يعرفوا لما يكون في مشكله في حياتنا هو ملجأنا ان احنا نروح نصلي، مش نبقى عاملين زي اهل العالم نتوه ونتصل بالعمه والخال والصديق وكذا، واخر حاجه نفكر فيها ان احنا نصلي. لما يكون الولد او البنت ينجح او ربنا يديله نجاح في المدرسه او في الجامعه بتاعته، يجي يقول لك، يجيب لك الشهاده، ممكن تاخده بالحضن وتقول له مبروك، برافو عليك، وتنتهي على كده. بس ليه تنتهي على كده؟ لما تقول له تعالى النهارده نقف قدام ربنا نصلي انا وانت ونشكر ربنا، يطلع الولد والبنت فاهمين ان النجاح ده زي ما سمعنا من جورج من عند ربنا، هو اللي بيدي اولاده النجاح. فهي دي الحاجات العمليه اللي هتقدر توصل ولادنا ان هم يشوفوا فينا المسيحي او الحياه المسيحيه الحقيقية. طيب نخلص بقى زي ما قلت لكم، مش طيب، فاتكلمنا كلام جميل عن الأسرة بالنسبة ليسا وأولاده. هنتهي يمكن في العشر ربع ساعة اللي جاية دي بآية 20. روح كده معايا الآية 20. والد داود طلب منه ان هو يعمل حاجة، يروح يشيك على الاولاد واخواته وياخد معاه اكل ليهم ويشوف اخبار الحرب. يقول لنا اية 20: بكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس. يعني شوف هنا اهتم حتى بالغنم، حتى هو مسافر عمل ارينجمنت مين هيخلوا باله من الغنم. وذهب كما امره يسى وأتى إلى المتراس. ويمكن أحب أنتهي في العشر دقائق ربع ساعة الجاية دي إن أنا أتكلم معاكم ومع ضيوفنا، نبتدي مثلا بالأخ وجدي بعد إذنك تاني. اتكلمنا عن أهمية الوالد واهتمامه بالأسرة وبالأولاد، ولازم يبقى كونكتد معاهم، يبقى عارف الأولاد واصلين فين روحيا ومعنويا ونفسيا، وتبقى دريان وبنتك بتعمل إيه وابنك بيعمل إيه ومين أصحابهم في كل الوقت، واجب علينا. هنا عايز اتكلم على داود وطاعته لوالده الجسدي اولا، وحابب بعد كده اخد او نتكلم عن داود وطاعته الى الله ودورنا احنا في الطاعة. عايز اتكلم اخر عشر دقائق ربع ساعة عن هذه الطاعة. بكر داود وترك الغنم وحمل وذهب كما أمره يسى والده. ممكن تكلمني عن بركات طاعة الأبناء إلى والديهم؟ هل فيها بركة؟ هل فيها، هل الله فعلا بيزعل لما يشوف الأولاد يرفضوا ويلفظوا والديهم ولا يطيعوهم؟ طبعا لازم الاب والام ما يغزوش الاولاد زي ما احنا عارفين. انا بتكلم على الاب والام المعتدلين، لما تطلب من ابنك حاجه سواء جسديه او روحيه. الطاعه، موضوع الطاعه ده ناقص في هذا الجيل، انا بجده. طاعه الابناء للاب الكاهن، طاعه الابناء للكنيسه، وسوى منها طاعه الشباب وحتى الكبار الى
كلمة الله و... وإرادته. تحب تقول لنا إيه في النقطة دي؟ بالنسبة أن الأب والأم لهم بركة زي ما حضرتك بتسأل، ده شيء بالتأكيد. واحدة من الوصايا العشر كانت اكرم أباك وأمك، فدي حاجة ما غابتش عن عقل ربنا، وكان بيوجهها للأبناء بصفة عامة في كل الأجيال. يمكن شاب أو شابة بيسمعنا يقول هل إكرام الأب والأم، هل جزء منها هذا الإكرام هو طاعة الأب والأم؟ ده بالتأكيد. سيد المسيح كان له عتاب شديد جدا على الناس اللي كانوا بيقولوا أنه قربانا، لما الشاب أو الشابة بتروح لأبوها وأمها لما بيكبروا في السن وبيوصلوا للوقت اللي لازم الابن أو الابنة تهتم بالأب والأم من الناحية المادية والناحية الصحية، فالأب في زمن السيد المسيح كان يروح الشاب يقول لأبوه أمه قربانا هو الذي تنتفع به مني، يعني السبورت اللي أنا كنت المفروض أجيبه لك في سن الشيخوخة بتاعتك دلوقتي، وده اللي أنا مدين لك بيه نظير اللي أنت عملته لي طول أيام حياتي، لا ده أنا حوجهه يبقى قربان للهيكل. فسيد المسيح دي كان بيتكلم على دين، واحدة من الوسائل الرديئة جدا التقليد بتاع الناس في الوقت ده توك أوفر الوصايا بتاعت ربنا، يعني استبدلوا وصايا الله بتقليد الناس، ده اللي هنقوله. فاللي يرجعنا للوصايا اللي ربنا قالها لنا كلنا على مرة، اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض ويكون لك الخير. فجزء من الخير اللي احنا هنختبره في حياتنا ده البركة اللي حضرتك سألت عليها، إذا كنت أنا أمين مع أبويا وأمي، يعني عندنا داود هنا كمثال، الأمين في القليل أقيم على كثير. داود كان أمين جدا في طاعة ربنا، وكان أمين جدا في رعايته للغنم. لما أبوه طلب منه أنه يترك كل شيء ويروح يشوف إخوته، داود يقول الكتاب فبكر صباحا، يعني كلمة بكر دي أكيد أباء الكنيسة كلهم علقوا عليها كتير، أن التبكير في تنفيذ الوصية في حد ذاتها غير أن واحد ينفذ الوصية، يعني في واحد حيبكر لكي ينفذ الوصية، دي تنم عن مشاعر وأحاسيس تختلف عن الإنسان اللي هيروح يعمل الوصية في الوقت اللي الوقت يسمح له. تمام. فبكر صباحا، ده دليل على أمانة داود. وقبل ما يسيب الغنم ساب الغنم مع حارس، فده دليل على أمانة داود من ناحية عمله كمان. تمام. يبقى أمانته في الطاعة وأمانته في عمله، ده كان سبب بركة لداود فيما بعد، وده مثال حي لكل الشباب بيشوفوه دلوقتي. لما يوسف يعقوب بعته، وكان الرب مع يوسف، فكان يوسف رجل ناجحا. مين من شبابنا كله ما يحبش يوسف؟ كلنا بنحب يوسف صغيرين وكبار، فده مثال لطاعة يوسف ليعقوب، وادي سبب البركة اللي أخذها بعد كده مع الرجل الثاني في مصر. عندنا داود أطاع وكان أمين في الطاعة وبقى ملك في إسرائيل. فمهم جدا أن أنت تحصل على طاعة، على بركة أبوك وأمك في حياتهم، لأن لو ما خدتش البركة دي في حياتهم لا شيء يعادل الندم بعد هذا. ممكن تكلمنا أكثر عن الجملة دي لو سمحت؟ قصدك إيه يعني؟ إذا, 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 إذا أنا ضاعت مني الفرصة أن أنا أخذ بركة أبي وأمي في حياتهم على الأرض ورضاهم علي وراحوا للسماء بدون ما أحصل على البركة دي، الندم والألم اللي حيبقى في حياتي بعد كده حيستمر معايا للآخر. هذا نوع من الذنب من الصعب جدا التخلص منه، حتى لو الإنسان بيروح يعترف ويقول أنا عملت وأخطيت، يفضل هذا الشعور بالذنب. طب أنا لما هقابلهم في السماء هحط وشي في وشهم إزاي؟ إيه اللي أنا هقوله؟ إيه العذر اللي هيكون عندي؟ فمن المهم للغاية جدا أن إحنا نهتم بطاعة والدينا، نهتم بإكرامهم في الأرض بكل ما أوتينا من سبل. أنا أتذكر
لغاية آخر لحظة في حياة جدتي وفي حياة جدي كان لازم أول ما أدخل أبوس إيديهم، لازم. دي كانت بركة كان أنا لا يمكن استغنى عنها. أكيد الناس بتسمع الكلام ده مستغربة، يعني الجيل ده يعني إزاي يعني إيه أبوس إيديهم؟ مش فاهم. دي بركة كبيرة. ده دلوقتي في حرب على إنك تبوس إيد الراعي أو الأب الكاهن أو 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 أو، ما بالك بقى الأب أو الأم أو الجد أو الجدة. إحنا بنقول من جيل إلى جيل، يعني لو أنا لو أنت عاوز تعمل أرجمنت سبريتشوال أرجمنت ليه بنبوس إيد أبونا، I will go with you، أوكي. لكن ما تقدرش تعمل أرجمنت ليه بتبوس إيد جدك وإيد جدتك، دول سبب حياتك، سبب وجودك، دول اللي رب وأبوك وأمك، ودول اللي سبب البركة. ده سبب، يعني حتى من الصعب الإسهاف الشرح. ورب أولادك أنت كمان، يعني بالضبط. ده very common، يعني it is very common. أنا أتذكر كان بنتي الصغيرة كانت يعني متأخرة شوية في المشي، وأنا ما كنتش مهتم قوي يعني بالأمر ده ولا حتى والدتها، بس والدي كان الموضوع ده شغله جدا، وكان واخدها كتكريس لي إن هو يطمن إن بنتي في يوم من الايام كان ياخدها يحاول يمشيها ويشجعها وكده. وباسم الصليب دلوقتي يعني بتجري، مش ملاحقين عليها، بس بفكر على كلامك. ثانك يو وجدي. ده تنبيهات مهمه جدا وبنسمعها النهارده في الحلقه عن اهميه البركه اللي بيجي لك لما تطيع والدك ووالدتك. الاخت ايمان والاخ جورج في بضع دقائق كده كلمونا عن هذه الطاعه. تقولي ايه الواحد او واحده مش قادر يسمع كلام بابا ومامته، مش قادر او مش يسمع الكلام، بس الطاعه ان سمع الكلام، حتى الاحترام او المحبه او الود، او ما بيسالش عليهم او ما بتسالش عن والدتها، او منهم بغضه او خلافات او 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 او, أو. انا هربط، يعني طبعا وجدي قال كل حاجه، يعني هو غطى الموضوع تماما. صعب قوي. لا بالعكس، انت قلت كل حاجه. كلكم بتقولوا كلام رائع، يعني فعلا كلامك كان رائع جدا. بس انا هقول للولد او البنت، هربط تفكير طاعتي لله بطاعتي لاهلي، بمعنى انه كتير لما بتعلم عن ربنا صح، انه كل حاجه ربنا طلبها مني لمصلحتي. وفعلا انه انا لما ربنا بيقول لي مثلا لا تسرق، مش عشان انا وحش ان انا اسرق طبعا، غير ان انا هضر غيري، بس انا ممكن ادي للشيطان فرصه في حياتي فيجي يروح مولع لي في البيت كله، بس عشان انا اخذت حاجه صغيره مش بتاعتي. هرجع بقى بالنسبه للاولاد، الكتاب بيقول اكرم اباك وامك لتطول ايامك على الارض، ودي كانت وصيه شبه مشروطه، انه لتطول ايامك على الارض. فإكرام الأب والأم يعني بيرجع what's in it for me lots of blessings، what's not in it for me ربنا بياخد موقف الحكاية دي. وحقيقي احنا لازم، ان الله حي، والله لما بيقول حاجة مش بيأمرنا عشان حاجة غلط، لكن بيأمرنا فعلا إذا كنت آب فأين كرامتي. وحتى لو كان ساعات، طبعا انا هقول حاجه، ساعات الاباء ما بيكونش عندهم كل الحكمه، بس انا عايزه اقول لكل ولد وبنت، احنا ما اتولدناش اباء، وخاصه الطفل الاول ده حرام بنتعلم فيه فحقيقي. وانتوا لما بتنزلوا ما بتجوش بكتالوج، الحقيقه لو بتيجوا بكتالوج انا همشي عليه بالكاف والنون، لكن للاسف ان انا باخد من اللي فات، واللي فات ممكن يكون فيه غلط واللي جاي. فبليز افهموا ان احنا يعني مش معصومين عن الخطأ، لكن بنحبكوا وحابين ان انتوا تبقوا احسن حد. فلما بنقول لكم على حاجه بنبقى قاصدين فعلا مصلحتكم، قاصدين فعلا ان انتوا تتباركوا، قاصدين فعلا ان انتوا تطول ايامكم على الارض. ف ده الكلام اللي انا اقوله لاولادي. الطاعة ربنا جورج في اقل من 4 دقائق. Alright. واحد اهميه الطاعة، اتفضل. المهم ان احنا نفهم قيمة الكلمة. احنا من العهد القديم بيسترس، بيضغط جامد جدا على بركة الاباء للابناء. ولما حتى يوسف يعقوب بارك ولاد يوسف من المصرية، راح حاطت ايدين بالعكس كده،
قال له لا 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 انت باين عليك يا بابا نظرك خانك يعني ده الكبير حط ايدك اليمين عليه. قال له لا انا عارف انا بعمل ايه. والكلام اللي طلع من فم يعقوب كلام خلق، كلام خلق عمل مسار، كانك يعني بيقولوا في علم الدماغ او المخ اي افكار انت بتستقبلها لو نيجاتيف نيجاتيف او بوزيتيف بتعمل طرق في الدماغ، يعني طرق يعني شبه وهميه شويه بس هي موجوده يعني في الدماغ. لو انت قبلت كلام نيجاتيف بتبقى زي ما تكون ماشي على ارض مدقات فيها زلط وطوب. لو انت مدخل في ذهنك كلام ايجابي تلاقي هاي واي، تلاقي مخك ده عباره عن هاي ويز مش مدقات، فبالتالي يو فلاي، بتطير في النجاح، بتطير في البركه. ليه؟ لانك خدت كلمه فيها نبوه. يعني ايه نبوه؟ يعني فيها خدت اللي هيحصل قدام 30 40 سنه قلته دلوقتي ورسمت بيه خريطه الطريق لابنك وابن ابنك وبنت بنتك. فقيمه بركه الاباء للابناء قيمه غير عاديه، احنا بس مش مدركينها لان قيمه الكلمه اللي بتقال سطحت. وللاسف ده دور الاباء، يعني الولاد مظلومين. وفي حاجه اسمها جينيريشن جاب، احنا بنقول للشباب والاولاد we are very sorry there is a generation gap but we love you at the apple of our eyes، انت قرة عيوننا، لكن في جينيريشن جاب بنعترف بيه. لكن ابتدي فكر ان قوة الكلمة اللي بيقولها لك باباك ومامتك جدك وجدتك دي قوة خارقة خالقة. تلاقيها مع يعقوب، مع اولاد يوسف، تلاقيها مع اسحاق ويعقوب وعيسو، حتى ان يعقوب تنافس على البركة مع عيسو هو ومامته، لانه يعني ليها قصة بس هو تنافس عليها وخدها لانه عارف يعني ايه معنى البركة، يعني ايه تبارك. لانه البركة دي لما بيقولها اب لابنه it's a fact it gonna have gonna take effect sometimes on his timeline. حاجة بس عايزة اقولها كتيتشر، يعني كتير من اللي انا بشوفه انه كل يعني طبعا اللي قلناه ده 100% مظبوط، بس في ناحيه تانية برضو عايزه اقولها ان في اباء بيبقوا فيري ابيوسيف او امهات بيبقوا ابيوسيف، ودي بنشوفها كتير في خاصه في البلاد هنا. وصعب قوي لما اقول ولد عنده كم فظيع من الابيوس سواء ايموشنالي او ايفن فيزيكالي، ده بيحصل وبشوفه كل يوم، ان انا اقول له تيع باباك ومامتك. بس كل اللي هقوله حبيبتي او حبيبي روح لأب اعتراف او روح لحد بتثق فيه وتكلم معاه، بس لازم تكون بتحترم اهلك. لكن مش معنى كده ان اللي بيحصل فيك ده صح، ومش معنى كده انه الصوره اللي طبعا صعب ان انا اقولها، لكن الصوره اللي هما بيقدموها لك مش هي صوره ربنا خالص، مختلفه. فمش عايزين ننسى الحكايه دي، انه بيتوجعوا لما بيتوجعوا بيتكلموا الله محبه، ما بيبقوش عارفين، مش ما فيش عندهم لينك، فهو الروح القدس اللي بيوصل لهم. امين. صحيح. انا في حته بسيطه قوي في الحته دي انه ممتازه قوي، انه الناس اللي تعبت والاطفال اللي تعبوا دور على اب، دور على اب. الاب مش مهم اللي خلفك، لكن الاب اللي بيسمع لك، اللي بيربيك. اخ وجدي اشكرك، اخ تيمان اشكرك، اخ جورج اشكرك جدا على الحلقه الممتعه. ليك اب واحد وام واحده، هم دول ربنا اختارها لهم، حبهم واكرمهم على قد ما تقدر عشان تنول الى البركات. من هوزانا خطوات لقدام استوديوهاتنا هنا في تورونتو، نقول لكم في حفظ الله وربنا معاكم. باي باي.